والله الجو محمل والناس تعبان. العيد مش زي كل سنة. والله البهايم يعني زي ما تقول ايه، الناس متعود عليها شوية، الناس متعود عليها، انما الجمال طبعا ايه بتبقى عزيزة شوية او ما يفهموهاش قد كده. يعني ايه مناطق مناطق، في مناطق بتقبل الجمال ياما وفي مناطق ايه ما بتحبهاش. الجمل ارخص من البقر ياما، يعني الجمل ارخص من البقر ياما بالنسبة للسعر. يعني ممكن تلاقي عجل مثلا ب 15,000، مثلا 300 كيلو، ممكن تلاقي نفس الميزان ب 11,000 12,000 اللي هو الجمل. لا السبب ان اقبال العالم على ايه، على البقر بيبقى اكتر شويه، على العجول على العجول كده اكتر شويه، الجمل بيبقى عزيز شويه. والله الناس تعبانه برضو، مش زي كل سنه، الفلوس شويه في البلد ما تعرفش في ايه، العمليه ايه مريحه شويه، الاسعار غاليه وما فيش سحب وما فيش بيع وشراء وما فيش عمل. الدور مبوظ الدنيا، حمى الكلعي، الحمى الكلعي مبوظ الدور شويه، مبوظ الدنيا شويه. لا الجزران على الطلاق لا بتاكل عيش، ولا احنا على الله باكلوا عيش، ما فيش يا باشا والله. اللحمه غاليه، ما فيش بهاي، ما فيش انتاج، ما فيش عاوزين احنا انتاج، عاوزين بورصه. البهايم النتي دي لما تندبحش، هيبقى فيه انتاج ثروه حيوانيه كبيره عندنا. الفلاح هو المطحون، العلف غالي، بينزل البهيمه التجار بتاخدها بتبيعها بشعواطه، بس اساسا ما فيش سوق. هو شاريها غالي وبيبيعها غالي. النهارده اللي الفلاح بيعرف البهيمه بدم قلبه يجي السوق يبيعها برخص التراب. ليه كده؟ غلو اسعار، والزبون اساسا ما فيش. كيلو لحمه وصل 80 جنيه في مصر. الموظف بياخد كام عشان كيلو لحمه 80 جنيه؟ الدوره غاليه. اللي هو بياكلها دي مستورده، فين الدوره بتاع بلدنا؟ هو في دوره في بلدنا؟ ثلاث اشهر وشكرا الموسم خلص. بنستور الدوره. ما ينفعش. النتي اللي بتندبح دي يا باشا مفيش ثروه حيوانيه في البلد، هو دي. واللحمه ب 65 جنيه وب 70 جنيه، يقول السيسي ما يقولش السيسي، برضه هو ب 65 جنيه وب 70 جنيه على هذا الوضع. العلف غالي والاكل غالي وكل حاجه غالي، مفيش متبادل الا احنا يا غلاب. شو يا ابني ما في النهارده الاسعار هي كلها هي السوق مضروب بالجزمه. السوق مضروب بالجزمه. والعالم يعني اللي عنده خروفين او عنده بتاعتين النهارده السوق مزخم بنيل. الخروف ب 1500 جنيه، ب 2000، ب 25، ب 3000، مش كل واحد على قد كام كيلو يعني. والعجل من 10 ل 15 ل 20,000. السوق هنا اخر حلاوه، و100 100 والضحايا شغاله، و100 100 هنا في منوم.